الطريق إلى البيت المقلوب، أحد المعالم النمساوية السياحية. وصلنا إلى البيت المقلوب، هذا هو البيت المقلوب، وهناك التذاكر، وهذه المواقف مجانية. الآن أخذنا التذاكر من الشباك، هذا الشباك. التذكرة ب14 الشخص الواحد، 2 28. طبعاً باب تدخل، هذا باب تدخل، وهنا في جلسات حلوة خاصة اللي مع أطفال بينبسطون صراحة. هذه جلسات كافي اللي يبغى يشرب قهوة يرتاح، حتى البقر مقلوب. يلا بسم الله ندخل. هذه بداية المدخل، الآن اللي بيشتري شيء، أشياء تذكارية. هذا هو البيت المقلوب. راح ندخل مع الباب هذا جوا ونشوف. ينتبه نفسه، يمسك نفسه، والله فعلا أحس إني بدو خطي. شوف السيارة الحين بعد شوي بتصور عندها وأشوف أوريكم كيف الحركة. هي طبعا مثبتة، هي السيارة ها. هذا مكان ثاني، في مجسمات الديناصورات، وطبعا تشمل التذكرة اللي هي 14 يورو. هذه فراشات ومعلومات عنها وأسماء. ندخل هنا جوا، تحكي عن الديناصورات وتاريخها. هذه من ضمن التذكرة ال14 يوم اللي حقت البيت المقلوب، يعني تطلع. طبعا كلها مجسمات الديناصورات، وممنوع اللمس، طبعا ممنوع لمسها، وهم حاطين كاميرات يعني اكيد على كل الممرات. انتهينا، كنا في البيت المقلوب هذا، وبعدها دخلنا معرض الديناصورات.